نظمت وزارة السياحة والأثار زيارة لمقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك بالبر الغربي في الأقصر، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف المقبرة. جدير بالذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كاملة في 4 نوفمبر 1922 على يد عالم الأثار البريطاني هوارد كارتر. وكان الملك توت عنخ آمون أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور، ولا تزال كنوزه الأثرية تجذب أنظار العالم، ومن المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه. النهاردة بنحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، احتفالية ضخمة بدأت منذ الصباح بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية في محافظة الأقصر، وأيضا وزراء الآثار السابقين والدكتور مصطفى وزيري والمحافظ وعدد كبير من المسؤولين. الاحتفال بهذه يعني المناسبة الضخمة والاكتشاف الأكبر في تاريخ مصر في القرن 21. النهاردة نتكلم على 4 نوفمبر 1922 تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون. هذا الملك الذي كان له دوين كبير في التاريخ الفرعوني، وذلك لأسباب عدة، منها يعني أنه كان الملك الأصغر الذي تولى في عمر 9 حكم مصر، أيضا وفاته في عمر 19 في عام يعني صغير، مما أثار العديد من التساؤلات حول وفاته. وأيضا الأهم في ذلك كله اكتشاف المقبرة بكامل محتوياتها دون تلف، واحتوائها على أكثر من 5000 قطعة أثرية ستعرض في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه في القاهرة. بنتكلم عن حدث تاريخي يضيف الكثير إلى محافظة الأقصر. كان هناك حشد كبير من السائحين أمام مقبرة الملك توت عنخ آمون، التقطوا الصور التذكارية هناك، كانوا سعداء بالفعل، زحام شديد يدل على اهتمام السائحين أن يكونوا موجودين في هذا الحدث التاريخي. عقب ذلك توجهنا إلى بيت كارتر، وهذا هو البيت الذي أتحدث منه الآن. هذا المنزل للمكتشف لهذه المقبرة هوارد كارتر، عاش هنا منذ عام 1910 أي قبل اكتشاف المقبرة بعدة أعوام، ثم قبل مغادرته هذا المكان أو الأقصر تحديدا تم اكتشاف المقبرة. هذا المنزل بني بطريقة معمارية فريدة، يحوي على قباب في وسط المنزل للتهوية من حرارة الصيف التي تكون دائما في جنوب مصر. مقتنيات عدة تدل على كيف كان العصر في ذلك الوقت، الأواني في المطبخ، الأدوات التي كانت تستعمل في هذه الحقبة الزمنية. مساء اليوم في احتفالية ضخمة في معبد الأقصر. هذا المعبد هو الأكثر جمالا في يعني الآثار وفي محافظة الأقصر، وسيحضره أكثر من 500 مدعو من السياح والأجانب والمسؤولين والمهتمين بعلم المصريات والآثار. الأقصر الحمد لله في هذه الأونة تحظى بإقبال من السائحين، وخاصة في المناسبات التاريخية الهامة والتي نحضر مثلها اليوم.